في المرمى طابت أوقاتكم. الباطن يطرد النصر من الكأس وينهي موسمه وجماهيره ترمي حافلة الفريق بالعلب الفارغة. على ذكريات الرباعيات والثلاثيات الكؤوس الشباب في ضيافة الاتحاد. تركي العبد الله يزيد الغموض حول مستقبل ريباروف مع الأهلي. إلى الآن أقدر أقول المدرب باقي معنا، إلى الآن باقي معنا المدرب. ياسر القحطاني، هل أفل نجمه؟ قراءة بالأرقام والوقائع في مسيرة النجم الكبير. وعلى بعد ليلة من ماراثون الرياضة الدولي، سبعينيون يتحدى الشباب. السلام عليكم. انطلق الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وفيه فاز الباطن على مضيفها النصر بهدف وحيد في العاصمة الرياض، تأهل به إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة الاتحاد والشباب اليوم. هل يرد اعتباره أم يتكرر مشهد الخسارة؟ أسبوع واحد فاصل، والموعد هذه المرة ربع نهائي الكأس. الكرواتي يوروزيتش بدا مسكونا بالفوضى، ويبدو أنها طريقته في وضع شيء من الترتيب الداخلي لتفادي أن يهزم من قبل سييرا مجددا في الرياض. الدقيقة 7 أظهرت سيطرة ممكنة على الكرة، وأن الاستفادة من اللحظة أمرا محتوما. فرجاني ساسي، تمريرة لجونيور كابانانجا الذي عجز عن إيداعها الشباك، وها هو سيناريو الفشل يتكرر بعد 3 دقائق. هدف أول ليس بحاجة إلى تفصيل، تسديدة في الشباك من كرة ثابتة حملت اسم جوناثان بينيتيز في الدقيقة 18. فرحة مستحقة ونظرة صامتة للاعب الكونغولي لن يكسر حدتها سوى هدف باسمه يدخل به دائرة الضوء. محاولة هنا وأخرى هناك، والشباك لا زالت عصية على لاعبي النصر. الدقائق مرت وتفاصيل التسجيل لم تزل لغزا، يحاول لاعبو الأصفر فكه حتى انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول. شعلة تسجيل حاول أصحاب الأرض إيقادها. الدقيقة 50 شهدت واحدة وتبعتها أخرى بعدها ب3 دقائق، ويبدو أن الكرة ترفض بشدة الدخول رغم المحاولات النصروية المتكررة، والدقيقة 62 شاهدة على ذلك. مش معقولة يا كابانانجا. الباطن غائب، كابانانجا ما زال يحاول. إنذار لأحمد الفريدي وفوزير يهدر أيضا هذه الثابتة. التسجيل ظهر معقدا في شكل كرة مجنونة. بدا لاعبو النصر وكأنهم فقدوا القدرة على رؤية الشباك بوضوح، حتى أعلنت صافرة النهاية تأهل الباطن لملاقاة الفائز من مباراة الاتحاد والشباب، وكتبت ثاني انتصار على التوالي لأصحاب القميص السماوي على النصر. ديما محمد السائح، العربية. وفي مشهد غريب بعد المباراة، جماهير النصر أحاطت بحافلة الفريق وألقت عليها العلب الفارغة، وكلما وصلت إليه يديها في مشهد يعبر عن حالة الاستياء الكبيرة من المدرج الأصفر. ويلتحق بنا الآن عبر الهاتف سيد سلمان المالك رئيس نادي النصر. سيد المالك، أولا حظا أوفر. أريد أن أسمع تعليقك، أولا برجع المباراة بس على هذا المشهد. الحقيقة أول شيء نقول هارد لك يعني لكل الجماهير النصراوية وكل النصراويين على ما آلت عليه المباراة اليوم، قدر الله وما شاء فعل. بالنسبة حقيقة للمشهد اللي تم تداوله واللي عرضته الآن، يعني اعتقد ان هذا لا يمثل كل النصراويين. هذول يعني يمكن قد يكون يعني فئه بسيطه، اشخاص معدوده، هذول لا يمثلون جمهور النصر اللي
اللي وقف مع النصر في أصعب الظروف، في ظروف أصعب من هذه، في مواقف أصعب من هذه، ولكن المشهد هذا لا يمثل الجمهور بالمجمل. هل سجلتم موقف؟ يعني هو في الأخير هو مشهد خرق يعني للإجراءات الأمنية واعتداء، ويمثل الأشخاص الذين قاموا فيه، لا يمثل مدرج النصر اللي دائما معروف عنه يتحلى دائما بالروح الرياضية والدعم. لكن الأشخاص والذين قاموا بهذه التصرفات، أنا أعتقد أنه التصرفات تمثلهم كأشخاص. طيب، هل سجلتم أي موقف إجرائي أمامه؟ لأنه هذا يعني أعتقد فيه خرق للقانون أيا كانت النتيجة، وهو مثبت بالأدلة والصور. فبالتالي هو مثبت أكيد، وفي جهات أمنية مختصة بكل تأكيد راح تتابع هذا الموضوع، ولكن إحنا كإدارة وحتى كلاعبين يعني ما بإمكاننا أن نقدم أكثر مما قدم في هذا المشهد أمام الجهات المختصة، ولكن الغضب مبرر، ولكن تقدر تعبر عن غضبك بأشياء كثيرة، لكن السلوك المشين بهذا الشكل أتمنى أن لا نشاهده لا في نادي النصر ولا في نادي آخر. جميل. طيب، فيما يخص المباراة، لماذا خسرتم؟ حقيقة قبل كل شيء هو توفيق من رب العالمين. يوم النصر عمل كل شيء، اللاعبين قدموا بذل الجهد، خلقوا فرص، سيطروا على المباراة بالكامل من بدايتها لنهايتها. نعم. كل ما كان ينقصنا هو التوفيق، ولم يحالفنا التوفيق حقيقة، وإذا يعني لم يحالفك التوفيق مهما عملت لا يمكن أن تقدم أفضل أو تكسب، طالما أنه لا يوجد حظ في المباراة أو توفيق. أنا ما أقول أنه إحنا ما كان عندنا أفضل، لا كان عندنا أفضل، ما أقول أنه ما كان فيه تقسيم في جوانب معينة، ولكن كمباراة بـ 60 دقيقة اللاعبين قدموا مستوى كبير، خلقوا فرص، كنا قدكم مسيطرين على المباراة من بدايتها نهايتها. لو استغلت يعني ربع الفرص هذه كان النصر خارج بنتيجة كبيرة. اليوم انتهى موسم النصر، ما هو مستقبلك أنت كرئيس مكلف؟ انتهى موسم النصر يعني لا دوري ولا كأس، والسنة هذه ما في إلا بطولتين. إيش مستقبل سلمان المالك مع النصر وهو رئيس مكلف؟ أولا بالنسبة لموسم النصر، الموسم النصر يعني حنكمل المباريات القادمة أكيد إن شاء الله، على أمل أن نحافظ أو مش نحافظ أو نصل للمستوى المركز الثالث، ونبدأ بخطة الموسم القادم من خلال المباريات القادمة هذه، نبدأ بعمل استراتيجية الموسم القادم. فرصة لبعض الشباب. أنت مكمل؟ أنا أتكلم عنك على المستوى الشخصي. أنا مستوى الشخصي أنا نصراوي قبل أكون رئيس، أو حتى لو استمريت. لا بس يعني مو من ال أي تفضل عفوا عن المقاطعة. أنا مستقبلي إني نصراوي، يعني في أي مكان أنا أخدم النصر. حديث سابق لأوانه، لكن حخدم النصر في أي مكان. إذا استمريت تأكد أني حبذل قصارى جهدي، وإن لم أستمر حبذل قصارى جهدي كمحب وكداعم لنادي النصر. جميل هالكلام. مو من الأفضل أنه يستفاد من مباريات المتبقية في الموسم للتحضير الموسم المقبل بأنك تعلن أنك إما تكون رئيس نادي الموسم المقبل، أو تفتح الباب للنصراويين اللي بيبدأ يقترب من النادي من الآن ويستلم البرامج؟ يعني مو من الأفضل كذا؟ صعب أني أتكلم الآن، أنا عندي فترة تكليف، صعب أني أتكلم وأنا يعني الحين لسه خارجين من المباراة. يعني في خلال يمكن الأيام أو الأسابيع القادمة قد تحصل بشكل أكبر. أرجو لك التوفيق. شكرا جزيلا سلمان المالك رئيس نادي النصر. تحولوا للقراءة الفنية إلى الرياض أيضا، ترك العواد يلتحقوا بنا من هناك. كابتن، يعني شهدنا مباراة مكررة عن مباراة الدوري مع اختلاف النتيجة، كذلك؟ صحيح، يعني هو زي ما توقعنا البارح أنه فريق النصر لعب تحت الضغوط، كان متوتر بشكل كبير، كان مستعجل، كان متسرع، يعني كان يبغى يسجل هدف من أول الدقائق، وأعتقد أن هذه سبب الضغط أكبر، ولما تسجل فيه الهدف زاد ارتباك الفريق بشكل كبير. اللي اختلف بين المباراتين هو انه فريق النصر فعلا كان يلعب تحت الضغط بشكل كبير.
أيضا أخطاء المدرب، أنا أعتقد المدرب ساهم فيه في هذه النتيجة. كان بإمكانه بين الشوطين أنه يلعب الراهب، لأنه كابانانجا كان لوحده يحاول، صحيح أنه محاولاته فاشلة، ولكن كان يحتاج لشخص آخر على الأقل يفك عنه هالتكتل الكبير اللي كان موجود. فأنا أعتقد أنها هي توتر النصر والضغوط الكبيرة إضافة إلى أخطاء المدرب. نعم كابتن، يبدو لي أن النصر ما يقوده مدرب. لم تشاهد أي تغيير أثناء المباراة ولا حتى قراءة للمباراة؟ هذا صحيح، احنا شفناها في يعني في اكثر من مباراه. أيه. شفناها في المباراه الماضيه، شفناها حتى في مباراه النصر والهلال اللي لعب فيها النصر في الشوط الاول بشكل جيد، ولكنه تراجع بشكل غير عادي وسلم مباراه الهلال في الشوط الثاني. يعني لو كان مدرب جيد كان ممكن انه استغل الهجمات المرتده، كان بامكانه انه يعني على الاقل هو قاعد يشوف الملعب ويشوف الفراغات الموجوده. أيه. في الهلال هذه المباراه بنفس الشكل، شاف يعني الفريق لعب ضده وانهزم بثلاثة، هو فكر في أنه ما يتسجل فيه هدف عن طريق الهجمات. أي. المرتدة فقط، لذلك لعب بثلاث محاور وقفل بشكل كبير على الهجمات المرتدة ونجح فيها، لكن ما نجح في الجانب الآخر، هو ما سجل في المباراة الماضية، كان بإمكانه أن يجد حلول على الأقل للتسجيل. فأنت صادق فعلا النصر لعب بدون مدرب. جميل كابتن، خلينا نتكلم عن الفريق السماوي اللي للمرة الثانية يلدغ النصر من نفس الجحر مرتين. اليوم أيضا شفنا نفس الطريقة، الباطن الدفاع منطقة كامل، هجمات مرتدة عن طريق توسيع الملعب لأيضا تباعد المسافات بين النصراويين. تفضل. صحيح، يعني اليوم فريق الباطن لعب تقريبا بعشرة مدافعين، وشفنا حالة القتالية غير العادية. هو عرف أن الفوارق الفنية بينه وبين النصر كبيرة، لذلك ما أعطى النصر الفرصة ولا الراحة للتمرير بالذات في وسط الملعب أو اللعب على الأطراف. شفنا عشرة كروت صفرة يحصل عليها الباطن، ولكن بحذر، حتى الكروت الصفرة ما في لاعب يعني كان ممكن أن يأخذ طرد، لذلك كان حتى أدائهم انضباطهم كان بحساب. سييرا نجح بشكل غير عادي في لعب الهجمات المرتدة، صحيح إنه ما كان زي المباراة الماضية وبنفس سرعة المباراة الماضية، ولكن الدفاع كان في أفضل حالاته. المثلوثي أيضا قدم مباراة غير عادية، الظاهرين كانوا في أحسن حالاتهم في هذه المباراة، وقفوا في فوزير اللي ما كان موجود في المباراة الماضية في بداية المباراة، كان ممكن يسبب مشاكل، ولكن فعلا تغطية كانت جدا رائعة لفوزير وليوناردو، ما أعطوهم الفرصة، وقفوا كل يعني مواطن قوة النصر في هذه المباراة وكسبوا بالدفاع وبالهجمات المرتدة. كابتن، يمكن أن يذهب بعيدا، وهو ذهب بعيدا فعلا، نصف النهائي بعيد في الكاس، لكن ممكن تتصاعد الطموحات إلى النهائي، سيقابل الفائز من الاتحاد والشباب. صحيح، هو ممكن طبعا مباراة القادمة على أرضه، ونعرف أنه الباطن على أرضه غير جيد هذا الموسم، نتائجه الجيدة كانت خارج أرضه، ممكن في الكاس يكون وضع مختلف، ولكن هو لازم يستغل حالة النشوة وحالة الاندفاع وهالانتصارين الرائعين بالنسبة له في الدوري وأيضا في الكاس، فممكن أنه يذهب إلى النهائي ويكون يعني الباطن يحقق نتيجة تاريخية. هو على الأقل دخل التاريخ الآن على أي حال بوصوله لدور الأربعة لأول مرة في تاريخه، ولكن فريق بهذه القتالية وبهذا الروح وبهذا الانسجام ممكن يصل للنهائي. يستاهلون السماويين، أهل الباطن قدموا مدينتهم بهذا الفريق الجميل، والتفوا حول فريقهم، وطلع أن هذا الفريق الحلو اللي ضرب النصر في أسبوع على أرضه وبين جماهيره مرتين. شكرا تركي العواد. وتتواصل مواجهات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، حيث يشهد اليوم الجمعة لقاء الاتحاد أمام الشباب. الفائز أذكر بأنه سيلاقي الباطن الذي تجاوز النصر. الأهلي يحل ضيفا على الفيحاء السبت، والفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من مباراة الأحد التي تجمع القادسية والفيصلي. عادت مسابقة كأس الملك في عام 2008 بشكل جديد وتحت مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال،
النهائي الذي جمع بين الشباب والاتحاد شهد ثلاثية شبابية حملت بصمة ناصر الشمراني عبد الله الشهيل وكماتشو مقابل هدف اتحادي وحيد طلال المشعل وبطاقة حمراء للحسن كيتا من حكم المباراة الألماني. كان ذلك في 14 مايو من 2008. بعد ذلك ب12 شهرا و24 ساعة جدد الموعد بين الفريقين على نهائي ذات المسابقة أيضا، والحصيلة رباعية شبابية جميعها من لاعبين سعوديين ومنها هدف للزلزال وبطاقة ثامنة اللون الأحمر لمبروك زايد وصالح الصقري من حكم يوناني هذه المرة. انتظرنا إلى عام 2010 وتحديدا في 21 من إبريل والثالث من مايو ليتجدد اللقاء بين الفريقين، لكن في نصف النهائي فاز الإتي ذهابا بهدفين لأبوشقير والجزائري زيايا، ونال التأهل بعد التفوق إيابا أيضا بهدفين لواحد كريري وهزازي مقابل الأنغولي فلافيو. الاتحاد عدد التفوق في اللقاء الخامس وأيضا في النهائي الذي جرى في 29 مايو 2013 ب4-2، مختار فهد المولد نايف هزازي وجورجي ساندور، فيما سجل ناصر الشمراني ثنائية الليث الأبيض رافعا حصيلته في المواجهات بين الفريقين في هذه البطولة إلى 4 أهداف، والذي يظهر في قائمة ناديه إلى جانب أحمد عطيف كآخر الصامدين من مواجهة 2008، فيما رحل من واجههم آنذاك في الاتحاد بالاعتزال. لا تعادلات سلبية في هذه المواجهات و19 هدفا، 4 منها فقط في الشوط الأول هزت الشباك، وحصيلة الأجانب من هذه المواجهات 4 أهداف. وحيد رزق المصري، العربية. أبقى في الرياض، من هناك التحق بنا قائد فريق الشباب التاريخي وقائد فريق النصر أيضا السابق فؤاد أنور. فؤاد أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. الشباب يتصاعد مستواه مع كارينيو وفجأة يتوقف، الاتحاد مستمر على تذبذب المستوى هذا الموسم، نحن موعودين بمباراة متوسطة إذن وفق هذه القراءة، والمباراة الكؤوس انسى التحليل فيها. أول شيء مسي عليك، مساء الخير، مسي على المشاهدين العربية. أنا أشوف أن الحالتين بالنسبة للفريقين يعني متشابهة. أي يوم تشوفهم يلعبون مباراة يعني تثني عليهم وتثني على المدرب، صحيح، وفترة تشوف مستويات غير مقنعة حقيقة. جميل. طيب كيف يمكن يفوز الشباب في هالمباراة؟ الروح حتكون لها دور حقيقة في هذه المباراة. أنا في وجهة نظري إذا الشبابيين عرفوا يستغلون ويمتصون حماس اللي دائم يكون عليه فريق الاتحاد أحيانا، نعم، بدعم حقيقة جمهوره، الجمهور الكبير هذا هو يعني اللي دائما يعطي دافع كبير حقيقة للفريق الاتحادي. نعم. الشباب لو عرف يتعامل مع المباراة هذه أولا يبدأ بالجمهور وأيضا يمتص حماس اللي موجود عند اللاعبين، أنا أتوقع أن الشباب على الأقل في الثلاث المباريات الأخيرة اللي لعبها أعطانا وجه يعني أكثر من جيد مع الأهلي مع الهلال. نعم. فأنا متوقع أن غدا يعني الشباب حيكون ليس بالفريق السهل. جميل. كيف ممكن يفوز الاتحاد فؤاد؟ إذا ضيع عكاشي. خلينا نتكلم على القراءة الفنية مع إذا ضيع عكاشي. شوف الاتحاد أنا في وجهة نظري من بداية الموسم أو من الموسم اللي فات، نعم، وهو يعتمد على 4 لاعبين اللي هم المحترفين. نعم. إذا كانوا في حالتهم أي فريق حيلقى صعوبة. أي. جميل. فلذلك أنا في وجهة نظري إذا كانوا اللاعبين المحترفين في أفضل حالاتهم لابد أن الدفاع الشبابي وأيضا الوسط الشبابي يكون في أفضل حالاته. جميل. فؤاد، مغادرة الفرق الكبيرة لمسابقة الكأس، الهلال، النصر اليوم ما تدري من يلحقهم، الأهلي بيواجه الفيحة، خلينا نقول هل بيعطي مثلا لمباراة الاتحاد والشباب سخونة أكثر عند اللعيبة، فرصة الكأس أصبحت أكبر من قبل لهالفريقين؟ لا والله شوف أنا أخوي بالتالي أكون صريح معك، يعني على الأقل الظروف اللي تمر فيها في الأندية والتذبذب في هذا المستوى
وأيضا النقص اللي مروا فيه على الأقل الفرق اللي وصلت إلى دور الثمانية، كنت أتمنى أن اللاعبين على الأقل اللي موجودين في المنتخب يكونوا متواجدين ليعطوا حقيقة لدور الثمانية قوة أكثر، ولكن في ظل غيابهم لا تتنبأ حقيقة بأي فريق ماذا سيقدم. جميل. طيب خلينا نتكلم أيضا عن موضوع الأرض والجمهور فؤاد، ممكن يكون ينعكس لصالح الاتحاد. جمهور الاتحاد طوفان بشري كبير يأثر على الشبابيين، هذا أنت لعبت قدام جمهور الاتحاد، كنتم تتأثرون؟ شيء طبيعي، الفريق الاتحادي أنا أعتبره رقم واحد في المملكة، والفريق الاتحادي أيضا المدرج قصدك أو جمهور الاتحاد، المدرج الاتحادي. نعم المدرج الاتحادي معودنا دائما هو اللي يقف حقيقة مع نادي الاتحاد في أحنك الظروف، وأيضا يخليه يتغلب على نفسه. أي. وهذه من البداية أنا قلت لك لابد أن الشبابيين يعرفون أن سر يعني توهج فريق الاتحادي هو الجمهور. فلذلك أنا أتمنى أن الفريق على الشبابيين أن يأخذوا هذا الموضوع في الاعتبار، وأيضا يعرفون يتعاملون أيضا مع المباراة على الأقل الثلث ساعة الأولى لابد أن يكون في يعني امتصاص حماس الجماهير وأيضا اللاعبين. من فؤاد أنور فريق الشباب الحالي؟ كيف؟ من فؤاد أنور الحالي في الشباب؟ إلى الحين لا يوجد أحد. شكرا فؤاد أنور على حضورك وهذه الآراء الفنية. أذكر فقط اتحاد كرة القدم السعودي عقد اجتماعا ساخنا الآن في هذه اللحظات، وبحسب مصادر الاجتماع ربما يكون عن تحديد نظام الهبوط والصعود في الدوري السعودي بعد رفعه إلى 16 فريقا في الموسم المقبل. نتابع من مراسليننا هناك وسنوافيكم بالتفاصيل خلال هذه الحلقة وقفتنا الأولى، ثم نعود لنقول ياسر القحطاني اتفق عليه المدربون، خانته الإصابات أم نجم أفل؟ الحقيقة بالوقائع. رئيس الأهلي يزيد الغموض حول مستقبل ريبروف ويرفض القطع باستمراره أو رحيله إلى نهاية الموسم. أهلا بكم من جديد. أذكر بالعاجل الرياضي الذي تتابعونه على الشاشة الآن، اجتماع ساخن لاتحاد كرة القدم السعودي الآن، وقرارات متوقعة حول نظام الصعود والهبوط في الدوري السعودي كيف سيكون شكله، سنوافيكم بالتفاصيل حال انتهاء الاجتماع فيما لو انتهى ونحن على الهواء في هذه الحلقة. ياسر القحطاني اسم كبير في عالم كرة القدم العربية والآسيوية، هل أفل نجمه؟ عبد الله درويش. بعمر 18 سار الشاب ياسر القحطاني إلى نادي الاتفاق، يريد أن يصبح لاعب كرة قدم حقيقي ويترك الركض خلفها في شوارع الخبر. آنذاك قبله الاتفاق وقدم له 30,000 ريال ليصبح لاعبا معهم. لم يعجبه المبلغ، رفضه وقرر أن يجرب حظه ويقيم موهبته في القادسية. لم يخرج ذلك اليوم من النادي إلا وهو لاعب القدساوي ب50,000 ريال. ياسر القحطاني أعلن منذ ذلك اليوم ولادة لاعب كرة قدم موهوب، وربما لم يكن يعلم حينها أنه سيصبح النجم الأكثر إثارة داخل الملعب وخارجه. ياسر القحطاني أو القناص الذي لفت الأنظار إليه بدءا من كأس العرب العام 2002 في الكويت مع المنتخب السعودي، وحلق بنجوميته أكثر في كأس الخليج بعدها بعام، انتقل بعدها من القادسية في صفقة كانت عناوين الصحف وحديث المجالس حتى انتهت للهلال العام 2005 برقم قياسي بلغ 22 مليون ريال. مع الهلال صار قدر ياسر مختلفا، نجوميته وأهدافه الحاسمة خلقت عداوات كثيرة مع جماهير الخصوم، وانتهت هذا الموسم الذي نسير فيه بوجود عداوات من بعض جماهير فريقه تجاهه،
بينما ما يزال كثيرون يرون بأنه لاعب قادر على خدمة الفريق الأزرق. أرقام أفضل لاعب الآسيوي العام 2007 تقول إنه سجل مع الفريق الأزرق منذ توقيعه 130 هدفا في مختلف المسابقات التي لعبها، 88 منها في مسابقة الدوري. النصيب الأعلى حينها كان موسم 2012-2013 ب13 هدفا، أما الأقل هو هذا الموسم لم يسجل أي هدف. بالعودة إلى دقائق مشاركاته، هذا الموسم لعب ياسر 56 دقيقة في 3 مباريات من أصل 21 للهلال، أكثر من نصفها كانت أمام الشباب وأضاع فيها ركلة جزاء، وأمام الرائد لعب 19 دقيقة حينها كان فريقه متقدما بـ3 أهداف، وضد القادسية لعب 4 دقائق فقط وكانت أدواره دفاعية حتى لا يتمكن الخصم من تسجيل هدف التعادل. في الموسم الماضي خاض لاعب القادسية السابق 12 مباراة دخلها كلاعب احتياطي بعدد دقائق 187 دقيقة، سجل 4 أهداف في شباك الباطن والتعاون والوحدة والفتح، والأخير كان مفتاحا مهما في فوز الهلال بلقب الدوري. ياسر القحطاني عندما عاد من إصابة الرباط الصليبي موسم 2015-2016 لعب 312 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف منها سوبر هاتريك في شباك هجر. غياب ياسر عن القائمة الأساسية للهلال بدأ بعد عودته من العين، أصبحت مشاركاته ضئيلة وبدأت في الغياب تدريجيا موسما بعد آخر، لكنه لم يغب عن دكة البدلاء إلا بحالة إصابته، على الرغم من تسيد 7 مدربين الإدارة الفنية. عبد الله الدرويش، العربية. ياسر القحطاني النجم الكبير يتعرض لهجوم شرس هذه الأيام وهذه الأسابيع بسبب أنه وضع ضربة جزاء وبسبب أنه كان مشاركا في الفريق الذي خسر أمام الاستقلال الإيراني. أذهب إلى صالح المطلق وهو جدير بالقراءة الفنية، مدرب السعودي والدولي السابق. صالح، قبل ما أستعرض معك الأرقام أعطني إجابة قصيرة، بالنسبة لك أنت كمدرب، ياسر القحطاني نجم أفل؟ بسم الله، حياك بتال وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. والله يا أخي الجواب يعني صعب. بالنسبة لك، رأيك الشخصي، بس عطني 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 رأيك قبل ما استعرض معك الأرقام. لا، بالنسبة لك لا. لا، طيب خلينا استعرض معك. 7 مدربين مروا على الهلال من يوم رجع ياسر من العين، ولا واحد حطه في المدرجات، كلهم يدخلون في 18 بغض النظر يشارك أساسي وما يشارك أساسي. ايش تعلق على هالشيء؟ والله شوف، هي جزء مهم جدا من اللي مر فيه ياسر المرحلة اللي فاتت، وواجه فيها هبوط مستوى، واجه بعض الظروف ومن ضمنها انتقاله للعين. يعني ما حظوظ الحقيقة بمدرب يعرف كيف يرجع ياسر لوضعه اللي هو، أو على الأقل يعتمد عليه بشكل كبير. أنا أتصور أنه نوعية مدربين كلها اللي جت كانت تبحث عن الفوز وتبحث عن رضا المدرج ورضا الإدارة. وجانب آخر، في مدربين كثيرين ترى على فكرة هم بعد جبناء أنه يتحمل مسؤولية إرجاع لاعب أو نجم قد لا تكون الظروف كلها من صالحه. طيب أنا بقول لك إيجابيات صالح وبقول لك سلبيات، خليني أبدأ معك بالسلبيات أو الإيجابيات، إيش تحب؟ سلبيات. والله لا أحب الإيجابيات. طيب الإيجابيات، قلنا 7 مدربين جو وما حد شال ياسر برا. إذا قلنا أنه ياسر عنده واسطة، الواسطة تلعب أساسي، مو أنه المدربين يستفيدون منه، هذا واحد. من الإيجابيات أو الأشياء اللي الناس تحكم على ياسر غلط فيها، ولا مباراة يلعبها ياسر هالسنة مع الهلال هو مرتاح، اللي هي الفريق ما يكون مرتاح، يشارك 7-5 دقائق، مجموع كل العام اللي شارك فيها السنة 56 دقيقة، أطولها 19 دقيقة في مباراة واحدة، عنده 4 دقائق وعنده 6 دقائق في مباراة ثانية.
وكل هالمباريات اللي لعبها الفريق ما كان مرتاح ابدا، فما كان ينزل الا مباراه واحده اللي مباراه الرائد 3-0. من ضمن ايضا الاشياء اللي ممكن يحكم عليها بالعدل في ياسر، انه حتى مستوى الفريق هالموسم وهو يتم مهاجمته ما في رضا عام عن الفريق ككل. هاي الإجابات اللي ممكن الواحد إذا بيدافع عن ياسر يقولها، بعدين بقول لك السلبيات، تفضل. طيب، الكلام اللي قلته كله بالتال جيد، أنه جاء بعد كلامي قبل شوي أنه ما حظظ الحقيقة ياسر في مدرب يجي يحاول أنه يساعد الحقيقة الرجوع إلى مستواه السابق وإلى وضعه اللي احنا نعرف عنه ياسر. لذلك كل المشاركات اللي تفضلت فيها وكل الأوقات وكل الظروف هذه كلها ما تساعد، حتى لو مش كان ياسر، يعني حتى لو أي لاعب ثاني سواء كان صغير في السن أو حتى لو لاعب أجنبي ومستوى كبير، الظروف اللي تكلمت فيها هذه كلها ما تساعد. فإذا جينا أضفنا عليها أنه مر الحقيقة في مرحلة صعبة ياسر، ونزول المستوى أو هبوط المستوى هذا شيء طبيعي يحدث لأي نجم، فكل هالكلام اللي تقوله هذا ما يصب في صالح ياسر أنه يرجع الحقيقة، فهو هذا حمل زيادة. أنا أشوف بالعكس هذا حمل زيادة طيب على ياسر. أبعطيك السلبيات اللي هو ما في شك أنه ما في أحد يشوف كرة سواء في المدرج ولا في الجانب الفني ما يشوف أنه ياسر هابط مستوى، أكيد هابط مستوى. لكن خلينا نتكلم على الجوانب البدنية. وزنه زايد، هذا يتحمله. مرونة جسمه ناقصة، هذا أيضا يتحمله. ما أعتقد أنه هذه الأشياء ممكن يحلها مدرب التكتيك، أنت لازم تساعد نفسك فيها. حساسيته على الكرة مفقودة، أيضا هذه تحتاج إعداد فردي وليس جماعي. أوكي، كل الكلام هذا اللي تقوله صحيح، بس يا بتال ترى مرينا حنا في نوعية مدربين يقرأ شخصية اللاعب وظروف اللاعب ويعرف أنه فيه، ترى نمر كلنا حنا في أوضاع ما تساعدني في نفسك، تكون نفس النفسية طاغية، الظروف كلها اللي حواليك ما تساعدك، ما أنت شايف، يعني شايف الطريق قدامك مظلم، وبالتالي تحتاج إلى مدرب صاحب شخصية وقرار، وايضا تكون النواحي الانسانيه ترى موجوده، لانه اللاعب ما يصير تصير انت والدهر عليه، يعني ما يمكن، سواء كان هذا المدرب، لانه على فكره ترى يعني اكثر واحد يتاثر فيه اللاعب واكثر واحد ينتظر منه الوقوف هو المدرب. جميل، خليك من الجمهور، خليك من الاعلام. طيب، ورئيس النادي او زملائه. طيب، فبالتالي كل اللي قلته بالتال صحيح، انا ما اخلي مسؤوليه ياسر. جميل، يعني أعرف جميل. إن ياسر مر في مرحلة وكأنه يشوف النفق مظلم قدامه. طيب، أنت كتبت صالح أكثر مرة عن ياسر في تويتر ودفعت عنه، ما أدري أنت تتعاطف دائما مع اللاعبين اللي في نهاية مسيرتهم، لكن بس سؤالي المباشر الآن في مطالبات ياسر بالاعتزال، مو على كيفك تتهمني اتهام. مو اتهام، هذه ميزة، بالعكس أنك تقف مع اللعيبة ميزة، مو اتهام، هذا اتهام حلو ترى. لا لا، أضفت عليها أن اللاعبين اللي لا لا قلت اللي منتهين الآن. طيب، اللي قلت في نهاية مشوارهم. طيب، مو مشكلة. طيب، سامحني على الجملة الأخيرة، أمسحها. بسألك أنت الآن برأي فني، برأي فني وليس رأي عاطفي، مطالبات ياسر بالاعتزال أنت معها ولا ضدها؟ تقول ياسر كمل ولا ياسر علق الحذاء؟ لا، أنا ما راح أوجه كلامي لياسر الحقيقة، لأني أعرف ياسر نجم كبير. أيه. وبقايا النجم موجودة والرصيد موجود والتحدي موجود. أنا بوجه كلامي الحقيقة للإعلام، للجمهور الهلالي، للإدارة الهلال وزملاء ياسر. يفترض أنهم يقفون مع ياسر الآن حتى يكون في، على افتراض أنه مثلا هناك تفكير بالنسبة لياسر، خلنا نقول ولو بنسبة 80% أو 70% أن يوقف، لا، يغيرون رأي على أساس ينهي موسمه، ينهي مشواره في موسم جميل مع الهلال يكون فيه قريب، لأنه يلعب أساسي أو يعتمد عليه المدرب بشكل جيد. فخلينا نتفق، ترى كل الإمكانيات موجودة عند ياسر، اللهم الأجواء اللي حوالي ياسر هي المهمة أنها تتغير الآن. جميل، وأرجع أيضا واتفق معك أنه أيضا ياسر عنده مسؤولية على تجاه نفسه. طيب، وبرضه
برضو أنا أتمنى الحقيقة النجوم الكبار اللي عندهم الحقيقة إنجازات لمنتخبهم لناديهم والناس اللي كان يعني مسيرتهم جدا ساطعة أخلاقيا نعم. وفنيا أنا دائما أتمنى أنهم ينهم مشوارهم بشكل ممتاز. جميل، بضرب لك أمثلة بسيطة وعندي نص دقيقة صالح، نص دقيقة الأخيرة. النجوم الكبار دائما عندهم رصيد في المدرج، هل يشعرون بالخذلان عندما يخطئون ويهاجمهم المدرج؟ باتجي يضيع بلنتي في نهائي كأس عالم، توتي ضيع على روما تأهل إلى نهائي، ومع ذلك ظلت قيمتهم في المدرج عالية. هل الجمهور السعودي يشعر النجم بالخذلان أحيانا عندما لا ينظر إلى رصيده الكبير أمام لحظة واحدة؟ نعم بتال، أنا أتفق معك، جمهورنا جمهور اللحظة مع الأسف الشديد ما كان كذا، ترى على فكرة بالعكس تماما. حنا الفترة اللي أنا لعبت فيها أنا أشوف أن نوعية الجمهور اختلفت تماما. نعم، يتخلى الجمهور عن ميزته الوفاء، ميزة الوفاء الكبيرة بالنسبة للنجوم أيا كان النجم، ترى على فكرة حتى لو ما كان نجم كبير مثل ياسر يفترض أنه ما يكون الميزان بالشكل نعم. هذا الغير منصف من الجمهور صراحة. شكرا، الجمهور عليه مسؤولية وأتمنى أنه يقف مع النجوم بوقفة وفاء حقيقية. شكرا جزيلا الدولي السعودي السابق المدرب الحالي صالح المطلق. اجتماع اتحاد الكرة السعودي انتهى، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور عادل عزت رئيس مجلس اتحاد الكرة السعودي. دكتور أهلا بك معنا. قبل ما اسمع القرارات دكتور، ليش مسوين الاجتماع الساعة 1 في الليل من حاشيم الإعلام؟ مرحبا أخي بتال، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات، وبالعكس هذا يعني دليل نعمل على مدار الساعة. يا دكتور ما عاد صرنا نعرف الحين وين نحط الموظفين المحررين، بالنهار ولا بالليل؟ نحطهم بالنهار تجتمعون نص الليل، بعدين ما عندنا موظفين يداومون 24 ساعة، يعني حطوا مواعيد زين لاجتماعاتكم. هو كان اجتماع يعني مصحوب مع وليمة عشاء للمجلس، لأنه هذه ثاني مرة يتقابل المجلس، فكان فرصة نتقابل ممتاز ونتجاذب أطراف الحديث ونجتمع في شؤون الاتحاد. نكسب الوقت، ما هي القرارات التي خرجتم بها؟ يعني أنا سأعرج على أهم القرارات التي خرجنا بها اليوم في اجتماع مجلس الإدارة. نعم. طبعا أول شيء بالنسبة لمنصب الأمين العام. نعم. الأخ عبد الله مؤمن الذي يشغل منصب الأمين العام قدم اعتذاره للظروف الخاصة. حلو. وتم تعيين الأستاذ لؤي السبيعي أمينا عاما بعد قبول استقالته من مجلس الإدارة، وتعين مكانه الأخ عبد الله في عضوية مجلس الإدارة ورئاسة لجنة. يعني تبادل مقاعد هنا. تقريبا لكن طبعا هذه عضوية مجلس وهذه ممتاز. أمين عام. أول قرار إذن لؤي السبيعي أمين عام لاتحاد كرة القدم. نعم جميل. بالنسبة للشيء الثاني، وطبعا يكون رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس الإدارة. الشيء الثاني الآن نحن يعني في خضم الاستعدادات لنهايات كأس العالم، تم اعتماد لجنة خاصة لمتابعة استعدادات المنتخب الوطني الذاهب إلى روسيا، حتكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأخ نواف التميام. ممتاز. وبها الأعضاء التالية اسمهم حمزة إدريس عضو مجلس الإدارة، والأمين العام الجديد الأخ لؤي السبيعي. جميل. والأخ قصي الفوازم الهيئة العامة الرياضة. قصي إيش دخله في المجلس؟ قصي هو يعني مستشار لرئيس لمعالي رئيس هيئة الرياضة. إيه بس ما اللي دخل في اتحاد الكرة؟ كيف يدخل في عضوية؟ لا هي عضوية لجنة خاصة للمتابعة والإشراف على. جميل. طيب خليني أعلن بس القرارات. إذن لؤي السبيعي أمينا عاما لاتحاد الكرة، أمين عام جديد، لجنة لمتابعة استعدادات المونديال، حمزة إدريس، نواف التمياط، حمزة إدريس، لؤي السبيعي، وقصي الفواز. صحيح. القرار الثالث المهندس صالح الجاسر عضو مجلس الإدارة سيكون رئيس اللجنة التجارية، ويكون عنده صلاحية لتشكيل أعضاء اللجنة. ممتاز. أيضا تمت المصادقة على تشكيل بعض اللجان اللي تم الإعلان عنها في السابق، مثل لجنة الانضباط برئاسة جيمس كيتشينج، وتم المصادقة على أعضائها، والمصادقة على أعضاء لجنة المشاركة الاجتماعية برئاسة الأخ نزيه النصر. هذا من جهة. من جهة أخرى في قرارات أخرى مهمة تهم الشارع الرياضي. نعم. تم اعتماد إلغاء الدوري الأولمبي اعتبارا من الموسم القادم. إلغاء الدوري الأولمبي اللي هو دوري تحت 23 سنة. نعم. تفضل. وكلفت اللجنة الفنية والمشرف العام على المنتخبات الفنية الكابتن حمزة إدريس بالعمل على وضع خطة استراتيجية لتأهيل
صقور الخضر الشباب أي. للتأهل لمونديال ل2020 في طوكيو. جميل. فبالتالي إلغاء الدوري الأولمبي من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم وضع خطة استراتيجية للعمل على التأهل حلو ل2020 في طوكيو. واضح. القرار الآخر وهو أيضا مهم جدا، اللي هو اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 نادي حلو ابتداء من الموسم المقبل. وأيضا اعتماد طبعا مسابقة دوري الدرجة الأولى بعد ما حظيت بشرف حمل اسم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأصبح اسمه دوري الأمير محمد بن سلمان. نعم. فتلقى دعم كبير جدا. نعم. من القيادة وتلقى أيضا دعم. نعم. ومتابعة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة. نعم. فبالتالي عندما زاد عدد الأندية في دوري المحترفين السعودي إلى 16 نادي، قمنا أيضا بدراسة الموضوع، وتم اعتماد زيادة عدد الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان إلى 20 نادي أيضا. دوري الأولى اللي هو دوري الأمير محمد بن سلمان 20 نادي، دوري الممتاز 16 نادي. نعم. الهبوط والصعود كيف؟ وأيضا بالنسبة لدوري الدرجة الثانية سيكون 24 نادي اعتبارا من الموسم القادم. يا دكتور 24 نادي متى بيخلصون الدوري؟ 16 20 24. ممتاز. صحيح. يتم الاكتفاء بالدوري الدرجة الثانية كحد أدنى، يعني كمسابقة الدنيا في رزنامات الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعني لن جميل. يكون هناك أي مسابقات تخص الاتحاد بعد دوري الدرجة الثانية، على أن يتم التنسيق مع الهيئة الرياضة جميل العامة للرياضة بشأن أندية الدرجة الثالثة. حلو دكتور. تعمل عليها. حلو. هذا فيما يخص عدد الأندية في الدواري. طيب. تم اعتماد المكافآت في دوري الأمير محمد بن سلمان من الموسم القادم على أن تكون المركز الأول 5 ملايين ريال. ممتاز. يعني ممتاز. المركز الثاني المادرة. يبدو فقدنا الاتصال. دكتور عادل أذهب إلى الفاصل. لا، إذا نذهب إلى الأمير تركي عبد الله الفيصل، وماذا قال عن السؤال الملح في مدرج الأهلي؟ ريباروف مستمر أم راحل؟ كثر الحديث سيرحل ريباروف، سيبقى، سيذهب، إيش اللي قاعد يحصل في الأهلي؟ ما في أحد طلع تكلم وقال إنه سيبقى ولا يرحل. بما أنه ما حد طلع تكلم إلى الآن معناه أنه ما في شيء إلى الآن، ولكن التكهنات واجد، وأنا مثلك أقرأ في الجرائد وأشوف كثير من قيل وقال هيرحل فلان مرشح فلان مرشح خلاص فلان جاي. راح المدرب في رحلة علاجية لعائلته خاصة في الفترة هذه، وهو الآن رجع موجود علينا على رأس عمله. باقي 5 جولات الآن، فما دام ما بدر من الإدارة أو المركز الإعلامي في النادي الأهلي أي تصريح رسمي، فالحال على ما هو إن شاء الله. هل هناك نية للبقاء على المدرب لنهاية الموسم؟ والله إلى الآن أقدر أقول المدرب باقي معنا، إلى الآن باقي معنا المدرب. نذهب إلى وقفة وسنعود لدكتور عادل عزت. أهلا بكم من جديد، أرحب بدكتور عادل عزت الذي عاد إلينا. أذكر بالقرارات في اجتماع مجلس اتحاد الكرة، لؤي سبيع أمينا عاما وعبد الله مؤمنة يعود إلى مجلس الاتحاد، اعتماد لجنة برئاسة نواف التمياط، حمزة إدريس، لؤي سبيع قصي الفواز لمتابعة المشاركة المونديالية، صالح الجاسر رئيسا للجنة التجارية مصادقة على لجنة الانضباط وقراراتها وأعضائها، المصادقة على لجنة المشاركة، إلغاء الدوري الأولمبي، اعتماد زيادة 16 نادي لفرق المحترفين، الدوري A في السعودية، دوري الدرجة الأولى دوري الأمير محمد بن سلمان سيصبح 20 فريق، دوري الدرجة الثانية 24 فريق. وعادل عزت الآن يعود لنا مرة أخرى. عادل، آخر شيء قلت لي أنه مكافآت الدرجة الأولى وضحتها لنا، الأول والثاني والثالث، طيب إيش القرارات بعد؟ طبعا يعني يجب أن نوضح للشارع الرياضي عن آليات الصعود والهبوط بالنسبة فضل لدوري الأمير محمد بن سلمان للدوري الممتاز للمحترفين. حلو. الموسم هذا، الموسم القادم سيصعد الأول والثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان تلقائيا
أي. وسيلعب المركز الثالث عشر والرابع عشر في دوري السعودي المحترفين مع الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان بنظام الذهاب والإياب. يعني هو فعليا في أربعة مقاعد متحركة في الدوري. هذا بس فقط للموسم الموسم الحالي. أيوة، لأنه في زيادة في عدد الأندية من 14 في الدوري السعودي المحترفين، يعني يصعد الأول والثاني. أيوة. الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان يلعبوا مع الثالث عشر والرابع عشر في الدوري السعودي المحترفين بنظام الذهاب والإياب. ممتاز. طيب الدوريات اللي بعده ولا لسه بنحكي فيه؟ لا، الدوريات اللي بعدها طبعا حيكون نظام دائم. أي. سيخلق أصحاب المراكز الرابع عشر والخامس عشر والثالث عشر، ويصعد أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث. يعني ثلاثة مراكز صعود وثلاثة هبوط، خلاص. وبعد ذلك تقام مباراة فاصلة بين صاحب المركز الثالث عشر من دوري السعودي المحترفين مع صاحب المركز الرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان ذهابا وإيابا. ممتاز. يعني أيضا عندنا أربعة مقاعد متحركة كل موسم بين الدرجتين. يعني من الموسم القادم ثلاثة ونص. أي. إحنا ما يهم كم اللي من اللي بيبقى ومن اللي بيروح، هو كان ممتاز ولا ما كان ممتاز، بس إحنا نقول إن أربعة مقاعد متحركة. صحيح. في كل المواسم ستكون، لكن طريقتها هالموسم بتكون مختلفة عن المواسم الثانية لأنه في زيادة. نعم، لأنه في زيادة. ممتاز، واضح دكتور، ممتاز. أربع مراكز هبوط ممتاز جدا. خلينا نحكي في شيء ثاني كابتن. أي والله دكتور، حاجة مهمة جدا أيضا. تفضل. الآن من أجل زيادة المستوى الفني والتنظيمي والمالي في دوري الأمير محمد بن سلمان، أيضا تم اعتماد زيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري الأمير محمد بن سلمان ليصبح مساويا للدوري السعودي المحترفين. سبعة محترفين زائد واحد. الله، حلو. زائد واحد. ممتاز. آخر، هذا آخر قرار. هذا آخر قرار، وطبعا سيخرج بعد نصف ساعة بيان مفصل بالقرارات. خلاص احنا فصلناها دكتور، ما يحتاج تطلعون بيان على العربية كل شيء. شكرا دكتور عادل عزت، شكرا على ما خصيت فيه في المرمى، وزين اجتماعاتكم، خلوها متأخرة دائما عشان يكون في المرمى هو اللي حاضر على الشاشة وعلى الهواء. نتشرف بكم دوما أخي. ونحن نتشرف بك دكتور. بالتوفيق لمجلس اتحاد الكرة، بالتوفيق لمشاركتكم المونديالية، بالتوفيق أيضا لكل هذه القرارات التي تصب في مصلحة كرة القدم السعودية. أذكر من جديد بالقرارات التي تمت، لويس بيع أمينا عاما، لجنة لمتابعة المونديالية، بعض اللجان، صالح الجاسر رئيس لجنة تجارية، إلغاء دوري أولمبي، زيادة عدد الأندية، وأيضا نظام الهبوط والصعود. أربعة مقاعد متحركة، هالموسم لها شكل والمواسم الجاية لها شكل. ألقاكم.